في هذا الفيديو سنتعرف على مثبت السرعة ونظام التحكم بالسرعة عبر الرادار الديناميكي. مثبت السرعة يساعد على القيادة بسرعة ثابتة بدون استخدام دواسة الوقود، ويتم تشغيله عن طريق ضغط الزر On-Off في ذراع تثبيت السرعة. عند ضغط الزر ستظهر إشارة مثبت السرعة. حرك الذراع للأسفل لضبط السرعة المطلوبة، عندها ستظهر إشارة Set. حرك الذراع للأعلى أو للأسفل لزيادة أو إنقاص السرعة. اسحب الذراع للداخل أو اضغط الفرامل لإلغاء برمجة السرعة. لمعاودة تثبيت نفس السرعة المضبوطة مسبقاً، حرك الذراع للأعلى. تذكر أن استخدام مثبت السرعة غير مناسب على الطرق المزدحمة والطرق المتعرجة والطرق الزلقة. يتم إيقاف مثبت السرعة تلقائياً عند انخفاض سرعة السيارة لأقل من 16 كيلومتر في الساعة بعد تثبيت السرعة. إذا انخفضت سرعة السيارة إلى 40 كيلومتر في الساعة عند تشغيل نظام التحكم في استقرار السيارة VSC. إذا لم تستطع استخدام مثبت السرعة فقد يكون هناك خللاً في النظام. في هذه الحالة راجع وكيل تويوتا. نظام الرادار الديناميكي نظام ملحق بأداة تثبيت السرعة، يساعد على التحكم بالسرعة حسب مسافة وسرعة السيارة التي أمامك. تذكر أنه مجرد نظام يساعدك على تخفيف عناء القيادة، فيجب دائماً تحمل مسؤولية اتخاذ قرارات القيادة الآمنة. تجنب تشغيل نظام الرادار الديناميكي على الطرق التي يعبر فيها المشاة، على الطرق المزدحمة، على الطرق ذات المنعطفات الحادة، على الطرق الزلقة، خلال الظروف الجوية الرديئة، عند القطر. نظام الرادار الديناميكي يعمل لتحديد المسافة الآمنة ضمن مسافة 120 متر. يعمل الرادار الديناميكي عند وجود سيارة أمامك تتحرك بسرعة أبطأ من السرعة المضبوطة. سيعمل النظام على تخفيف سرعة سيارتك. في حال عدم تمكن النظام من تخفيف سرعتك، سيصدر صوتاً تحذيرياً مع عرض رسالة تحذيرية. عند خلو الطريق، سيزيد النظام من سرعة سيارتك تلقائياً إلى أن تصل للسرعة المضبوطة. لتشغيل نظام الرادار الديناميكي، قم بتشغيل مثبت السرعة واضبط السرعة المطلوبة. اضغط على زر التحكم. اضغط الزر مرة أخرى لاختيار المسافة المطلوبة، مسافة طويلة، مسافة متوسطة، مسافة قصيرة. لتفادي تشغيل النظام بالخطأ، اضبط النظام على وضع الإيقاف أثناء عدم استعماله. في بعض الحالات التالية، قد يكون النظام غير قادر على استشعار السيارة التي أمامك. عند دخول سيارة أمامك بشكل مفاجئ، عندما تكون خلفية السيارة المقابلة منخفضة أو مرتفعة للغاية، عند هطول الأمطار أو الثلوج، على الطرق ذات المنعطفات الحادة، عند كثرة استخدام عجلة القيادة. في هذه الحالات يجب العودة لوضع القيادة العادي.